العالم متطور في الأحداث هذه لا يدخل المكان هذا أحد إلا المختصين، وحتى المختصين بأعداد يجب تكون الأعداد أغلبيتهم جالسين واقفون يتفرجون ولا يعملون. هذه أسأل عليها أي إنسان. فقط واحد شخص من المتدخلين اللي من بريطانيا اللي كان من ناحية الأمن والسلامة مهناش، هي الوحيدة اللي تكلم بالوحد، وباقي كل تكلمت عاطفيا ودخلوا موضوع الجزائر كانها لو مال الجزائر. يعني إحنا أطفال وما صبروا شتين لو الفلسطينيين والسوريين وغيره وإلى غير ذلك. يعني حقيقة إن من حول القضية هذه سياسية وانتصار للملك، وبعد عندما يخرج حي للملك ويحيى الملك ويحيى مش عارف كذا والأمور يجب كثرانا من هذا. يجب أن نتحدث بواقعية بعلم ليس بالعاطفة. ما زال تغلبنا العاطفة يا أستاذ أيمن ولن نتقدم أبدا. حقيقة أنا لنراه كارثة بكل ما تعنيه الكلمة. لكن طيب يعني يا أخ منصور يعني الجميع يتحدث بما يشعر به، هناك من يظهر من منظور مشاعري، من منظور عروبي، من منظور إنساني، وهناك من ينظر من منظور عملي وتقني وميداني كما نظرت أنت. الجميع، نحن نفتح الحوار للجميع، لكن نحن كأخبار نقدم الأخبار ونقدم الصورة. هناك من ينظر إلى هذه الصورة مثلا التي يعني تظهر فيها الأنبوب، يظهر فيها الأنبوب الخراساني أو المعدني، إنه جهد رهيب جدا يقوم به رجال الإنقاذ، هو رآه ذلك كذلك. وهناك من يرى إنه ماذا يفعل هؤلاء، هذه ليست طريقة لإنزال الأنبوب. وهناك من ينظر إليها إنه ما شاء الله هؤلاء الناس يعني يعملون منذ أيام بهذا الجهد الجهيد في ظل ربما ضعف الإمكانيات، ربما تحديات كبيرة في صلابة التربة وطبيعة التربة، خاصة أنه عمل حتى لو أنت أعددت له دراسات فليس كل التوقعات تكون مضمونة. يعني ممكن أن تفاجئك التربة بأشياء كثيرة حتى لو كان أعظم المهندسين في المكان. نحن نقول إنه يعني كل إنسان يتحدث من منظوره، وعملية إنقاذ الطفل ريان أظهرت أيضا صور إنسانية جميلة، وهذا لا يمكن إنه أحد يعني ينكره. يعني حتى على مستوى هي عمليات إنقاذ إنسانية من الدرجة الأولى. لكن أنت لاحظت وقلت إنه من المفترض إنه اتفقت مع الأخ أحمد من لندن، أنا فقط يعني أحاول يعني جمع وجهة نظرك اللي أناقشك فيها أيضا، وأنت معي وأشكرك على ذلك أخ منصور. لكن أنت ترى إنه لا، كان المفروض المكان يتمتع ب يعني آليات أكثر أمنا، أكثر أمانا، تغيب عنها الجماهير، ليس هذا مكان لحضور الجماهير، بل إن المختصين أنفسهم يجب وجودهم يكون دقيق جدا. وأنا ضربت مثال بما حدث في كهف تايلاند وإنقاذ الصبية الـ 12 اللي كان هناك 7000 شخص ساهموا في عمليات الإنقاذ، فهل كان وجودهم بدون أي تخطيط؟ لو 7000 في مكان هؤلاء يهدموه ولا يبنوه، يعني هؤلاء لا يمكن أنقذوا أحدا إذا كان وجودهم غير مخطط تخطيطا سليما جدا. تفضل يا أخي. معي يا أستاذ أيمن. نعم، أنا نتكلم لك من ناحية العلمية يعني الواقعية، واقعيين نرى في عملية إنقاذ كثيرة، يعني مش حتى ولو بالجمع اللي قلت عليه في تايوان وذكرت بسبعنا، هم مخططين مدروسين كذا، عندهم الظاهر هنا لا فوضى حقيقة، يعني فوضى في مكان الجمهور. أشوف الصورة الآن، الجمهور الفوق يا راجل تقول في ملعب كرة، مش معقولة يا راجل، هذه لم تحدث في العالم أبدا. هاك آلات ثقيلة، وحتى العاملين وفرق الإنقاذ يعني يصير عليهم ضغط نفسي، يعني مش عملية. أنا ما نتكلم بعاطفة يا أستاذ دايما، ربي نجيه، وصلت الفكرة طبعا أخ منصور، ربي نجيه، لكن أنا نتكلم من ناحية فعلا نأخذ كل أمورنا بعاطفة وليس بواقعية وبمنطق. وحتى من الناحية العقلية والمنطقية أنت أيضا هذا من قبيل الحرص،
يعني أشكرك شكرا جزيلا أخ منصور من ليبيا، وأشار إلى بعض الأمور المتصلة بالأمن والسلامة في المكان. ربما فعلا الجماهير في بعض الأحيان تدفعهم المشاعر للمشاركة لمحاولة المساعدة، لأن إحنا وإحنا نتابع الأخبار وجدنا حتى أطفال يقولون أنا مستعد أن أنزل إلى